الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الطيبين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبي وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي
قربة أيامك يا حسين، راح يجي يومك اليوم بنيك. وتعذر قمت من مستحاتي، ورخصتكم يا السادة يا أهل الغيرة من رخصة مولاي صاحب الزمان. اي والله من مستحاتي وخافا من نقع توقع عباد. زين انت وين زهراء؟ اي مو بس احنا ندور على مجلس الحسين، وين انا الزهراء؟ والله يما يا يما يا يما يا يما يا يما يا يما ادور بالمجالس مثل المضيعه بل جنا اعلى ولدي ينعل. انا وريش وريش ورش باب الحسينيات بالدمعه يا يما. أنا بهذا الفلم ضيع بناتي وجبت لهم ستر خضري وعباتي عباتي. هذا السؤال لكم عباتي يا هالناس ويا مدللاتي يموتش النفرة. ايش حالاته ينام بفيا خواته خويا يا هو مثلك طيب ذاته يا سلطان الفراسه والثباته صعوه الثباته اخبرك زينبك شبعت شماته. انا اخبرك زينبك شبعت يا باب الجوات الأم يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما إن شاء الله. من المطالب المهمة التي تناولها العلماء واقعة كربلاء، وماذا يستفيد الإنسان من هذه الواقعة؟
هنالك عدة أمور أرجو الالتفات إليها أيها الإخوة الأعزاء في هذه الواقعة العظيمة، لا سيما الشباب، الإخوة الشباب. في بحث مفصل قلنا أن الإنسان إذا أراد أن يصعد إلى الله سبحانه وتعالى وأراد أن يعرج إلى الله، نعبر عنه بالسير، أو تعبير آخر أكثر دقة يعني نعبر عنه بالهجرة، هجرة. لذلك ورد أن الهجرة هجرتان، هجرة مادية وهجرة معنوية. الهجرة المادية أنت تنتقل من هذه الدار إلى هذه الدار، تشوف هاي الدار ما مناسبة لك، تهاجر بكلك، بجسمك وأعضائك وأهلك تنتقل. وهذه الهجرة أيضا يسمونها مكانية، من مكان إلى مكان. لا، في بعض الأحيان أنت في نفس مكانك ولكن أنت مهاجر. شنو هاي الهجرة؟ هاي الهجرة الروحية، تهاجر إلى الله سبحانه وتعالى. القاعدة الأولى في يوم كربلاء، لا بد للإنسان أن يهاجر، قاعدة. وقلنا أن الإنسان يأتي إلى الله سبحانه وتعالى بنوعين. النوع الأول أن تأتي إلى الله عبدا قهرا، والنوع الثاني أن تأتي إلى الله عبدا طوعا. من الأفضل؟ طوعا طوعا. بسم الله الرحمن الرحيم، وكل آت الرحمن عبدا. شئت أم أبيت أنت تجي عبد، بس الله ما يريد منك الشيء، يريد منك أن تأتي عبدا طوعا. أنت طيب برادتك تجي تسير سيرا حثيثا إلى الله. هاي القاعدة الثانية. القاعدة الثالثة، أرجوكم أن تلتفتوا، هاي حدثت للحسين عليه السلام ولعلي الأكبر في يوم عاشوراء. هي هاي الحالة، ومو بس هاي يعني العلي الأكبر، جميع أصحاب، مع أنها معينة جاء للحسين وحده. يقول عندما استأذن من الحسين ما قال أذن، يقول أرخى عينيه بالدموع، عرف الحسين اللي يطلع للمعركة. قال بني عزمت على الموت؟ قال ولا كيف لا يعزم على الموت من يراك، لا ناصر لك ولا معين، أكتفي بهذا المقدار لا أطيل الإطالة عليكم. زبدة موضوع هاي الحركة يا أخوانا، لا بد لنا أن نأتي إلى الله، إلى الحسين عليه السلام فردان. كل واحد يجي فرد، لا يجيب تكثرات وياه. شخص آل فلان ابن آل فلان آل الأملك الكذائي آل آل، لا، تأتي إلى الحسين عليه السلام وأنت وحدك بعيد عن كل التكثرات، تجي للحسين وأنت عبد ذليل فقير بين يدي الله وبين يدي الحسين عليه السلام. وقد وجدنا، أرجوكم التفتوا، شوف الثاني، والله شو وجدت ببالي، خلنا أقراها لكم هذه القضية، الشيء بالشيء يذكر. يعني بعض الأحيان الحسين عليه السلام يحترم بعض الشخصيات لقضية معنوية يصنعها، أكو قضية يصنعها العبد الحسين يحترمه فيصعده إلى الله سبحانه وتعالى. فجت القلب بعد ما أدري، هاي هذا سيد معمم هناك يقعد يم الصحن يم حضريحة سيد الشهداء، أشهر يوم اثنين ثلاثة أربعة شهر شهرين يسلم على الحسين، ميت عليه السلام. يوم من الأيام باوع لد هذا الشاب، وقف أمام الحسين وهو يقول السلام عليك يا أبا عبد الله، وإذا بصوت من داخل الضريح، وعليك السلام يا ولدي. أذن لهذا المعمم أن يسمع فسرت، ومو إلي للغلام، ولهذا شنو هذا قريب من الحسين، هذا يرد عليه السلام سيد الشهداء، يقول تابعه طلع من الصحن مشى وراه أي بالأزقة بالأزقة، وإذا بي جالس لبكوخ. دخل هذا الصبي، طرق الباب هذا السيد المعمم، سلام عليكم، قال عليكم السلام، قال له ضيف، قال مرحبا بالضيف، تفضل. كوخ بسيط، حجرة بسيطة بس رتبة، يقول قاعد قدم لي ما يقدم لصاحب الضيافة. قلت له لقد سمعتك اليوم تسلم على الحسين ورد عليك السلام، سويت الحسين انتهيت.
قال له ربي شو معنى؟ اصلي عادي عباده طبيعيه. قال لا، لان لك حاله مع الحسين اللي صنعت فيك هيجي وجعلتك مقبولا عند الحسين بحيث يرد عليك السلام. قال لعل هذا الامر هو الذي احترمني به الحسين. قال شنو؟ قال قم وياي. قام معه، ادخله الى حجره بسيطه مملوءه بالعطر، فراش طيب حلو نظيف، ووجد شخصان ممددان على الفراش. قال من هما؟ قال هذا ابي وهذه امي، سنونهم واقعه كبار السن. قال له شنو ذولي؟ قال له ذولي اقعد الصبح قبل لا اغسل اغسلهم، يقول ذولي يتغوطون يقولون على ارواحهم، اجل لكم الله اغسل لهم انظف لهم قبل لا انظف روحي، اجيب لهم طعام، سنون ما عندهم الوجه لهم بسنوني والقمهم بفمهم، كل واحد ثمن يشوعوني. غسلت لهم ريحتهم بدلت لهم، يا الله اتوجه روحي. اباوعنهم يصعدون عيونهم للسماء وكانهم يقولون الهي هذا رحمنا رحمه. قال هكذا تصنع بابيك وامك؟ قال بلى. جاء للحسين عليه السلام لا من زاويه انه شخص عابد ولا من شخص عالم، لا، جاء للحسين، جاء لله سبحانه وتعالى وحده. أو ما قال للحسين أنا جيتك تربي والدي، لا. عندما يقف أمام سيد الشهداء يقول له تراني عبد ذليل، كل أعمالي ما تنفعني بس أنت. علي الأكبر عليه السلام مع سموه ومقامه صعد إلى الله سبحانه وتعالى عن طريق ماذا؟ عن طريق أن جاء وحده وقتل دون أبيه الحسين، لا لأنه أبوه، لأن الحسين يمثل الدين والإسلام، بل يمثل الله. الحسين في يوم عاشوراء يمثل قتلوا لا إله إلا الله، ولكن شاء الله أن تبقى لا إله إلا الله وإن كان الحسين تحت الأجداث تحت التراب. لماذا؟ لأن الحسين عليه السلام طرح أطروحة، هذه الأطروحة تعلم منها الأنبياء والمرسلين. شو هي الأطروحة؟ هي الأطروحة أن ليس لنفسه قبال الله شيء، وقد ذكرتها لكم. يقول كأن أبو عبد الله يقول يا رب أنت وحدك، أنت هو 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 وأنت. قال أنا لا شيء قبالك يا رب، قل هو الله أحد، قل هو هو. هذا برنامج طرحه سيد الشهداء، العرفاء وقفوا عنده. الحسين لم يأتي ويقول لله أنا جئتك بصلاتي، أنا ابن رسول الله، أنا ابن الزهراء، لا. جاء لله سبحانه وتعالى وهو يقول أنت أنت فقط. هو اللي وصلت الحسين هاي الحالة. فكان الحسين رمزا، شنو هاي؟ رمزا للتوحيد. يقول أعظم توحيد طرح يوم عاشوراء. علي الأكبر تعلم من أبيه ذلك المعنى، فوقف أمام أبيه وهو يريد أن ينطلق إلى الله. شوفوا إخواني، أحسن شيء والله لقيت علماء، مجموعة من العلماء بل أكثر من ذلك والله العظيم، وجدت الأنبياء والمرسلين وقفوا عند عاشوراء وانطلقوا إلى الله، فكانت عاشوراء انطلاقها. كم وكم رأينا أناس انطلقوا عن طريق كربلاء، الوقت ضايق، رب سائل يسأل يقول شنو معناها؟ شوفوا مرة واحد ينطلق عن طريق الحسين، ومرة واحد ينطلق عن طريق مجلس الحسين. ترى مجلس الحسين مو غاية، مجلس الحسين وسيلة حتى توصل للحسين. انت مو عندما تأتي للمجلس تقول هاي هي خلصت، لا لا، المجلس عبارة عن شنو؟ عبارة عن وسيلة توصلك إلى الحسين، أنت تبحث عن الحسين. مجلس أبي عبد الله هو الوسيلة التي توصلك إليه، هل وصلت عن طريق المأتم للحسين؟ هذا السؤال. من تجلبب بجلباب آل محمد وتجلبب بجلباب عابس بن شبيب الشاكي جبار وتجلبب بجلباب علي الأكبر وصل للحسين. وصل؟ لأن علي وصل،
قاسم وصل، عابس وصل للحسين. مأتم أبي عبد الله هو جلباب يوصلك إليه، معراجك عن طريق مأتم الحسين. إذا أردت أن تعرج للحسين، حسين الدول يحضر في الأول، أنت ما تقدر تروح الأول، مو مثلهم. لاحظ هذا يوم اليوم واحد دخل على الإمام الصادق عليه السلام قال: سيدي لقد اخترعت دعاء، أتعبتكم شوي دقائق، لقد اخترعت دعاء. قال: دعني من اختراعك، أنت وين تعرف تشوي الله؟ بسوي له دعاء جاي الإمام يريد بسوي الدعاء ويعرف، وين تعرف أنت؟ قال: نحن سدنة حرم الله، نحن سدنة حرم الله، نعرف كيف نتكلم مع الله. سمحوا لي بالوقت، خلنا نعطيكم فد إشارة أرجوكم. شوفوا أهل البيت عليهم السلام بالدعاء، طبعا أنا محل حصة للدعاء، ولكن يجي شاهد، خلنا نطرح عليكم دعاء الافتتاح علمه المولى صاحب السماء، دعاء السحر هم إليه عليه السلام. اسمع إذا قارن الدعاء الافتتاح ويا دعاء السحر بعيد والبعد شاسع جدا. بدعاء الافتتاح ايش يطلب الإمام؟ تفاح، مو زواج، حور عين، طير، ماي، صح؟ بس الدعاء السحر أبد ما يطلب كل شيء. دعاء الافتتاح بلسان أنا وياك، لأن احنا نزل ندور. دعاء السحر بلسانه هو التوحيد، عندما يقف بين يدي الله وهو ينطق عن نفسه يقول له: يا رب أنا كل شيء أريد منك، أنا بس أثني عليك، أنت اللهم إني أسألك بجودك وكل جود، مو اللهم إني أسألك بكرمك، اللهم إني أسألك، اللهم بس أنت يا رب. ثناء على المعبود، ثناء على الله سبحانه وتعالى. أما طلب، ما طلب دعاء السحر. العلماء يقولون دعاء السحر نطق القلب مع الإمام، أما دعاء الافتتاح نطق قلوبنا جرى على لسان الإمام. إحنا نطلب حور عين مو وعسل ولدان مخلدين وطيور، الإمام ما يدور ذني، شو يدور؟ يدور لذة المناجاة، لذة الأنس، أنت يا رب فقط. والدليل على ذلك قول علي عليه السلام عندما في دعاء الكميل: إلهي لئن أدخلتني النار لا أعلمت أهلها أني شنو أحبك، والله لأبكين عليك بكاء الفاقدين، ولأنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين، يا غاية آمال العارفين، يا غياث المستغيثين، يا حبيب قلوب الصادقين. كل شيء ماكو محبة وعشق وصادق وذل كله. أنا ما أدور جل وياك، بس أنت شلون تخليني؟ ما هكذا الظن بك، ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم. شلون نزلني بالنار؟ أنا لو تخليني بالنار إلا أقول لأهلها أنا شنو؟ أنا أحبك فقط، حب عشق، أنت هاي كربلاء، وقد وصل علي، أتعبتكم جزاكم الله، وفقكم الله لكل خير، شاف الله مرضاكم، قضى الله حوائجكم، المكروبين نعدكم الله يفرج عنهم إن شاء الله. أي والله جعلكم جميعا ذخرا للحسين نساء ورجالا. أي والله جايبين أطفالكم ونساءكم، هاي عندنا العرب العراقيين يسمونها فزعة، شايف واحد يفزع للحسين عليه السلام، هو يصيح على من مغيث، احنا نظل بالبيوت ما يصير، لازم نجي نقول له لبيك يا ابو عبد الله. شنو يعني ما لباب جسمي؟ والله الا تلبيك دمعتي. قلبي وياك، هو انت شنو ابو علي؟ هو انت اكو شيء بيك ما ينحب؟ بس اريد اعرف انت شنو ما ينحب بيك؟ شو كل ما اقربك يمين شمال انت محبوب؟ شو تريد يعني شو تريد؟ تريد جسدي اخذ، قلبه اخذ، انا قلبه مو الي الك. قلبه إذا مو أنت بي أقصه وأذبحه، شو أسوي؟ أنت بس أنت بي يا حسين، أنت المحبوب الحقيقي يا أبا عبد الله، أنت كو واحد عرفك ما عشقك، إحنا بعيدين عنه بس والله يمنا، وهو يمنا، شباب خلنا نتعلم شلون نعشق الحسين ونحبه ونبشي عليه. أنت تدري إذا تحرك قلبك يعني لازم دمعتك تطلع، فشلون أنا شلون أعرف قلبك صار بي جمر؟ دموعك تنزل. أبا عبد الله
انت شنو شك وشك وش عندك اليوم؟ ابنك اليوم تريد تشيعان؟ وليدك هذا مثل 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 القمر؟ ذولا انتم شباب اخوان شوفوا الصبيان ذولا ذولا الصبيان بس باوعي شفايفه قلت لكم عن قاسم شوفوا شوفوا حواجبه شوفوا العيون الكحل مال العيون ايش قد حلو عيون ساحرات مال طفل شاب مثل علي الاكبر وذاك الجمال الرباني لمحمد الله 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 الله, الله. وانتم تدرون شباب وحقكم مو امهاتكم يجوز هسه بالمئتين وحقكم ديها على الوضع اللي اجى حمودي حمد اجى للبيت كل سال خابر حمد انت وين؟ علي انت وين؟ يمه يمج غير بالمئتين قالت والله ما اقدر قلبي قلبه مو الي قلبه مو الي قلبه يمك الولد الولد الى معز اخواني دير بالكم على امهاتكم ارجوكم انتم تقعدون الصبح بوس ايديه بوس رجلها الام الله زين اذا ام عندها ولد مثل علي شو يصير بها؟ وعلي الاكبر شنو علي الاكبر؟ شوف عمامته يقول لي بس عمامه وعده ثوابه بصايب وذاك الوجه الطيب اوه قمر ويمشي ذكرتها عن الاخوه الاعزاء يوم الايام الحسين قاعد بالمسجد مال النبي يطي درس شوية الانصار صايح من الباب والمسلمين فيهم وجوا جايبينهم نصراني وياهم قالوا له هذا الحسين شكوا قالوا سيدي يا ابا عبد الله هذا النصراني يبحث عنك قال على الرحم والسعة جلس يقول شو يسوي المسلمين شكوا ايش عندك قال سيدي انت ابن علي قال بلى انت ابن فاطمه قال بلى انت ابن رسول الله قال بلى قال له انا نصراني رايت رؤيا البارحه شفت عيسى بن مريم وجدك النبي عيسى بن مريم التفت لي قال بعدك انت لحد الان عن مسيحيه قلت له ايه قال هذا اخر الامم وهذا اخر الانبياء اؤمن به وشهد شهادتين يقول مديت اليه ايدي الى شهادة الشهادتين آليت على نفسي ان اشهد الشهادتين في الدنيا على شخص من ابنائه التفت اليه الحسين قال ارايت جدي في الرؤيا قال بلى صوتك نبالي قال له شنو رايك اذا اراويك واحد مثلي بل اراويك يا هو قال له غير يقولون ميت هو قال لا راح اراويك يا ابعد قال علي بعلي الاكبر بس خلي خلي برقع على وجهه يقول جابوا علي النور هيك يسطع من يسطع ضوى 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 جابوا يم النصراني باوى النصراني شنو يعني قال بني علي ارفع البرقع يقول ما ان رفع البرقع حتى قال النصراني هو والله هو هذا نفسي ابد ما يختلف شكله قال لها يقول فاغمي على النصراني اغمي على ذبوا علي وين قعد التفت اليه قال يا نصراني لو عندك ولد مثله قال هذا ولد مثله خلي بس بالبيت ابوك قال لها مثله ودخلت برجله شوكه شو تسوي؟ قال والله اموت شوكه برجله اموت قال كيف بك اذا رايته مقطع بالسوق شنو رايك شنو يقول؟ وليدك الله يم الولد شلون عزيز الولد قال لا انا شوكه اموت اشيل قم قطع هذا اموت لذلك الشيخ جعفر تستري يقول الحسين اكثر من مره احتضر ومات وحده من عندهن من نام يم على الاكبر تدرون لماذا يقولون السبب ليش طلعت زينب وصاحت وعليا تريد تقعد الحسين يجي يموت ابد ابد يقول فاضت روحه ارادت ان توقظ تريد روح الجسم صاحت يا حسين يا علي راس الفزلوم صاح بغيبوبه ويا علي الاكبر شنو من ابن هذا وغلام؟ اللي عاد يقول يوم عاشوراء صاح الحسين الا من مغيث الا من ناس شو شباب حلوه قبال هسه اي والله اردبش عليكم مو على علي الاكبر انتم تبكون انا من شو دمعتكم اللي يصير بي والله حتى ما اعرف الله الله صاح الا من مغيث يغيثنا الا من ذاب حسين وحده ماكو احد وياه يقول اقترب منا وليده ما هو على وليده ايش سوى؟ فاضت عيناه قال لها علي ابوي تريد تروح
يعني هاي هي بعد ولا واحد يظل يمين الكم ترحون سويا. قال ابويا كان يسال شلون يظل وحدك يا ابويا، شلون ما واحد يقاتل بين يديك وانت وحدك؟ قال اذا ابويا صير هسا اب، هسا صير اب انت. قال اذا بني الي اودعك وتودعني، اشمك وتشمني. يقول تعالى غرام حتى سقط إلى الأرض مغمض عليه. يا والي يا والي يا والي يا والي من تلاقى وعند الوداع. بوي والله العظيم اسمع هذا البيت، انت لو تصير مثل علي لو تصير مثل الحسين الكلكم يماتوا، والنسوان اللي قاعده حريمنا خلي يصير الليلة زينب وباو على الوداع. يا والي من تلاقى عند الوداع الوداع مشاوق طوب لما هو والارياح. والله لا لا ابن لبي والأم لا على ابني يا ويل الدمع خا. هنا الشعب قال تعانى ساعة حتى استيقظ، ثم قال له بني علي روح ودع أمك وعماتك. يقول جاء النور الرباني لمحمد وقف بين العائلة، هاي تشم خدر، هاي اللي تقبل ايده، هاي امه شابوكده وتقول له علي وين تريد يمه وين تريد يا يمه. اثاري 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 الولد مو مقسوم، وانا سنين ربيته ربيته ولو ادري يصيب الموت كان بقلبه ضميت. ودع العائله خرج امتطى جواده، قاتل قتال الابطال قتل بكر بن رانم. ايه قلبه كصالية الجمر من الظما، بيده رأس بن غانم. جاء لأبيه الحسين يقول نظر إلى الحسين قال لأبوي عطشان يا أبوي. صعب على أبوي، يقول له أبو طين أمي وما ما ينطيها. سوال الحسين قال أبوي تعال اقترب مني، ضع لسانك على لسان يا أبوي. قال بني علي امك واقفه بباب الخيمه منتظره لك، ارجع وودعها قبل ان تموت. يقول رجع لامه انت، خلاها بحجره على روايه، نضحها بدموع عينيه. استيقظت قالت هاي ريحه علي الاكبر، هاي ريحه وليدي علي يا مراسي. قال روح لك فدوه يا يمه. قعدي نظرت اليه يمه علي وين تريد؟ قال أمه هذه تفتخر يوم القيامة عند فاطمة بولدها، هاي بابوها هاي بخوها، ليش تسوي؟ يقول كأن ما يبالي صار على قلبها. قالت هنا اذهب وقاتل دون أبيك الحسين. خرج قاتل قتال الأبطال، قلب اليمين على الشمال، تكاثروا عليه وإذا بالعين يضربه على رأسه. نزل عند علي قبله ما هدأت نفس الحسين، شمه ما هدأت نفس الحسين، وإذا بالحسين يتمدد ويا بالتراب ويقول له يا ابن
إقام وإذا بصوت وعلي أم الحسين قال زينب إي والله خدرش أعظم علي من علي الدور كأني بالحسين جلس على التراب متربعا يبكي بكاء مرة جت زينب قالت لا أدري ابنك مقتول وانت تبكي بس شو أشوف حزن كلش كبير صار بيك قال زينب أخوي كسر قلبي عفو وانا وصلت يمه لقيت اخر شفايفي يسولف فيه خليت ثاني يوم شفايفي قال من هذا يا براسي قلت له ابوك الحسين قال اروح لك فدوه يا ابوي ريحتك طيبه ريحه جدتي الزهراء ابوي شفت ليش قال عندي طلب واحد لك يا ابوي قال له قول ابوي علي اسمع يقول كسر قلبي بهاي الحكايه قال له ابوي الحسين دير بالك على امي على ام ليلى لان انا من طلعت ما ودعتها ولقيتها مغمى عليها اخاف تسال عني دير بالك عليها امي وكسر قلبي بهاي الحكايه زينب اللي انقعدت لو قامت تنعي والدور من مرت على الناقه هي والعائله يقول حتى الحادث حير هاي تقول اريد لابوي هاي تقول اريد لاخوي بس اكثر وحده كسرت قلب الحادي صاحت يا جمال والله عليك تاجي على ابني علي حي حلو المحج والله خليني اريد اشبع مواجه غضبوا وما شابوا وكان غضبهم نايم خيش دون نوم نايم خيش دون نوم نايم خيش دون نوم حر الشمس غير رسوم يا حسين يا حسين كم طور نقرأ عليك أبا يا حسين يا حسين يا حسين عفو الله يا حسين
ويبشين والرباب تصيح والله حال الأطمان وانت نعيسيك لا تفيت ريح يا حسين يا حسين أفيا والله يسيك لشوفوش حسين مطروح وكل ولا ليوينها تشعب الروح يسيك لساعدي عمتيج على الناح تراهي طايحة يا مراسل حسين تراهي طايحة يا مراسل حسين يا حسين كل البيت الاخوان يا حسين 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 وكيد وانالي وينها تشعب الروح يسكنا ساعدي عم تجعل النوح تراهي طايحة يا مراسل حسين تراهي طايحة يا مراسل يا حسين يا حسين شباب اروح لكم فدوة يا حسين يا حسين يا لكن انت شيبتك شيبة الزهرة الحنينة وهي على عفو ربتك كل احد المدى الله ما لي غيرك هدن والله ما لي غيرك هدن يا حسين بخدمتك يا حسين بخدمتك خدمتك مثل علي وهي حلوة ومنك أريد تزول المنك أريد نشاهد في قلب الزهراء اليوم الليلة والله Say, 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 say,
سيدي ومولاي، شافي وعافي كل مريض، الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل وسلم على